دأب موسى أعطار على القدوم كل صيف إلى توريرت لقضاء عطلة الصيف. هذا المهاجر المغربي المقيم في فرنسا منذ 25 عاما يملك منزلا في زنقة دبدو، جعل طابقه الأرضي لوالديه اللذين استقدمهما من البادية بعد أن تقدم بهما العمر ولم يعودا يقدران على القيام بأعباء البادية. أخواته الثلاث تزوجن، وكان الولد الوحيد للحاج أحمد أعطار الذي منذ أن استقر في توريرت صار ملازما للمسجد يؤدي به الصلوات الخمس. في صيف العام 2003 في مستهل يوليوز ككل عام، حل موسى بتوريرت رفقة زوجته وهي بنت خالته وبنتيه ليلى التي تبلغ من العمر 19 عاما ومريم التي تصغرها بنحو 4 سنوات. تخلف عن الرحلة ولده خليل الذي سافر إلى ألمانيا في رحلة نظمتها المؤسسة التي يدرس بها. وككل عام جاء الكثير من الأقارب في زيارات ود ومجاملة، وغادروا يحملون هدايا رمزية جاء بها موسى. شهر يوليوز شهر عطلة، وهو أيضا شهر إقامة حفلات الزفاف. كثيرا ما كان موسى قبيل انطلاقه إلى توريرت يسأل عن حفلات الزفاف المنتظرة في أوساط العائلة والأصدقاء، لا تخلو عطلة من حفل زفاف. في عطلة صيف العام 2003 لم يكن موسى الذي تخطى 45 قبل عام مضى يتوقع أن يطرق بابه من يخطب ابنته البكر ليلى، ولكن ذلك هو الذي حدث. بضعة أيام بعد وصوله بعث إليه ابن خاله سليمان بن بخيار الذي يسكن في بركان من يخبره بأنه قادم نهاية الأسبوع لزيارته والتباحث معه في أمر هام جدا. في اليوم المعلوم حل سليمان باكرا بتوريرت. لما قرع جرس منزله أطل موسى من نافذة الطابق الأول. لم يكن ليخفى عليه سليمان، وحسب أن تلك التي تقف في الجدار المقابل للمنزل زوجته. كان برفقتهما شاب يضع على عينيه نظارات شمسية زجاجها مرايا، لم يره من قبل، ولعله إذا كان نجل سليمان قد كبر منذ أن رآه في المرة الأخيرة التي زاره فيها هناك في بركان. سيكتشف موسى أن سليمان اصطحب كل أفراد عائلته. من نافذته في الطابق الأول لم يتمكن من رؤية الابن الأصغر الذي كان يمسك بخروف يغلب على صوفه لون بني. عانق سليمان ابن عمته موسى بحرارة، ثم جاء الشاب ذو نظارات المرايا وعانقه أيضا، وفعل مثله ذلك الذي كان يمسك بالخروف. بقيت المرأة زوجة سليمان بعيدة. أفسح لها موسى الطريق ودلفت مسرعة، يعلم أن زوجته ستكون في استقبالها هناك في مدخل الطابق الأول. لما أيقن أنها دخلت دعا الرجال الثلاثة إلى الدخول، ولعله تظاهر بأنه انتبه لتوه إلى وجود الخروف. ما هذا يا سليمان؟ ضحك سليمان، لم يقل كلمة، وحرك يديه مشيرا إلى الخروف بما يفهم منه أنه هدية متواضعة. فتح موسى بابا صغيرا يفضي إلى المرآب، وقد حرص على أن يربط الخروف في زاوية بعيدة عن السيارة الكبيرة التي ما زال على سطحها حامل الأمتعة. على الأرض بضعة أكياس من بلاستيك تحمل أسماء محلات تجارية وماركات. عجل موسى بمغادرة المرآب. في تلك اللحظة فتح والده الحاج أحمد عطار باب السكن السفلي وأطل بعمامته البيضاء الناصعة. هذا سليمان ابن خالي يا أبي. سليمان؟ نعم. تقدم سليمان إلى الحاج أحمد وقبل يمناه الممسكة بعصا طرفها معقوف. تلاه ولداه وفعل مثله. كان الحاج يبتسم فيظهر طقم أسنانه الناصع البياض، ثم تقدم صاعدا السلم إلى الطابق الأول ببطء. أيضا صعد خلفه الرجال الأربعة. لما وصلوا دخلوا مباشرة إلى القاعة المخصصة للضيوف، وما لبثوا أن سمعوا صوت امرأة ينادي موسى. لم تخب توقعاتهم، فقد وصلت صينية الشاي وأطباق من الحلوى،
ثم جاءت أم موسى تسلم على ابن أخيها سليمان، سألته عن كل أفراد العائلة، وقد أبلغها بأنهم بخير ويسلمون عليها. في قاعة الضيوف كما في القاعة الأخرى حيث اجتمعت النسوة، الجميع مترقب معرفة الأمر الهام الذي جاء فيه سليمان وعائلته. بالنسبة لموسى، أن يأتي ابن خاله بخروف رسالة لا تحتمل معنى آخر غير طلب القرب والمصاهرة. ومع ذلك فإنه لم يستعجل الأمور وانتظر مع المنتظرين أن ينطق سليمان. دارت كؤوس الشاي وأطباق الحلويات، وخاضوا في أحاديث جانبية كان كل واحد منهم يعلم أنها ليست ذات أهمية، من قبيل الحديث عن حرارة الصيف وبرودة الشتاء. ثم خيم صمت على القاعة. كان الابن الأكبر لسليمان منزويا في عمق القاعة، لم ينزع نظارتيه ذواتي زجاج المرآة، بينما كان شقيقه الأصغر الذي كان ممسكا بالخروف يجلس بجوار والده يتابع حديث الكبار. وفجأة بلا تمهيد قال سليمان وقد علت وجنتيه حمرة: لقد جئتك أخي موسى طالبا القرب منك. ظل موسى صامتا بينما كان والده يداعب سبحته، ثم أضاف: جئت أخطب ابنتك ليلى لولد فريد، وأشار إلى الجالس في الزاوية. حرك الشاب رأسه خجلا أم فرحا لعله نفسه لا يدري. نظر موسى جهته وقال: ما شاء الله ما شاء الله. ثم نطق الشيخ ولم يكن أحد يتوقع أن يتدخل: وماذا يفعل ولدك يا سليمان؟ إنه يتعاطى التجارة كأبيه. قالها وضحك: تبارك الله، وهل يتاجر مثلك في الماشية؟ نعم هو كذلك. ثم قال موسى: تعلم يا ابن خالي أن ابنتي ما زالت تتابع دراستها في فرنسا، ولعلها لا ترغب في الزواج الآن. نحن نستطيع أن ننتظر سنة أخرى، المهم أن نتفق الآن. اعذرني، يجب أولا أن نستمع إلى رأيها، أليس كذلك؟ ضحك سليمان ضحكة المحرج ثم قال: إلى زمن قريب كنا نزوج النساء ولا ننتظر آراءهن، كان يكفي أن تصمت الواحدة منهن ليفسر صمتها قبولا وعلامة رضا، أليس كذلك؟ ولكنه زمان ولى يا ابن الخال. نعم تغيرت الأمور، ولكنني أظن أن ما يسري على الغرباء لا يسري بين الأقارب. كان في كأسه بقية من شاي رشفها وعيناه تنظران إلى موسى الذي صمت. كح الشيخ ولعله تظاهر بذلك ليحول إليه الانتباه، ثم قال: يا ولدي يا سليمان، الأمور تغيرت، امنحنا مهلة نسأل فيها الفتاة، حتى إذا ما وافقت وافقنا. لدي سؤال آخر، قال موسى: هل يود ولدك الهجرة إلى فرنسا؟ نعم. ثم استدرك: اللهم إذا كانت ابنتك ترغب في السكن معه هنا في بركان. سيان لدي أن يقيم في فرنسا أو تقيم هي معه في بركان. التفت موسى إلى فريد: قل لي يا بني، هل جئت تخطب ليلى للزواج أم تريد الهجرة إلى فرنسا والحصول على أوراق الإقامة هناك؟ طأطأ رأسه، بدا خجلا، ثم قال الشيخ: عليك أن تجيب يا ولدي، وعليك أن تقول ما ترغب فيه بصراحة. أريد الاثنين. عاد الصمت ليخيم على القاعة، بينما تناهت إلى الأسماع ضحكات النساء في الغرفة المجاورة. نهض موسى وخرج، سمع وهو ينادي زوجته. الذين خلفهم في القاعة يعلمون أنه إنما مضى ليبلغ ابنته ليلى بواسطة أمها بأن سليمان جاء خاطبا. ما لم يصل إلى أسماعهم أن زوجة موسى أخبرته بأن أم فريد أبلغتهم بالغرض الذي جاءوا من أجله. عاد موسى إلى القاعة، كانت الساعة تقترب من 12. من بعيد من المطبخ كان يسمع صوت طنجرة الضغط معلنا أن وجبة الغذاء في طور الإعداد. خاض سليمان وموسى والحاج أحمد في مواضيع لا علاقة لها بما كانوا يتحدثون فيه منذ لحظات، ولعلهم تعمدوا ذلك. ثم فجأة جاءت من قاعة النساء زغاريد.
كانت ليلى في غرفتها منهمكة في قراءة واحدة من الروايات التي اصطحبتها معها من فرنسا، تعلم أن أمها تستقبل ضيوفا جاءوا من بركان، هو شأن يعني الأبوين، ذاك هو رأيها. ثم في لحظة ما أخرجتها من عالم الرواية التي بين يديها زغاريد لم تدرك لها معنى، توقفت عن القراءة، نهضت وفتحت باب الغرفة وأطلت. امرأة واحدة على الأقل استرسلت في الزغردة، لمحت شقيقتها مريم فلوحت لها بيدها. لما اقتربت سألتها همسا عن الذي تسمعه، ردت الفتاة بأنها زغاريد الفرح، ثم سألتها: ألا تعلمين؟ لا، ماذا هناك؟ دفعتها ودخلت الغرفة. الضيوف الذين جاءوا من بركان جاءوا يخطبونك. ماذا؟ جاءوا يخطبونك، ويبدو أن والدك وافق، أظن ذلك. ومن قال لهم إنني أريد أن أتزوج؟ ألا يعلمون أنني أريد أن أكمل تعليمي؟ لما سكتت خرجت مريم دون أن تعقب على ما قالته ليلى. في القاعة التي جلس فيها موسى ووالده الحاج أحمد أعطار مع ضيوفهم، ما أن سمعت الزغاريد حتى نهض سليمان من مكانه وعانق موسى وقبل رأس الحاج أحمد وقال: لنقرأ الفاتحة. تردد موسى ولم يكن بمقدوره أن يرد دعوة لقراءة الفاتحة، كيف له أن يفعل؟ بسمل سليمان وانطلق يتلو الفاتحة. كان فريد ابن سليمان يلزم تلك الزاوية التي اقتعدها منذ أن دخل، لم يزح نظارتيه ذواتي زجاج المرآة. لم تتح لموسى فرصة لمناداة زوجته أو سؤال ابنته، وحتى أن يعلم سبب تلك الزغاريد. يكاد يجزم أن ابن خاله سليمان دعاه لقراءة الفاتحة لأنه فهم تلك الزغاريد رسالة موافقة من ليلى على الزواج من فريد. كان الحاج أحمد والد موسى ملتزما الصمت منذ أن تليت الفاتحة، ولعله أدرك أن سليمان يحاول أن يفرض أمرا واقعا، تزويج ابنه من ليلى. قال الشيخ: هل استمعتم إلى رأي البنت؟ بينما كان موسى يستعد ليرد على سؤال والده، انطلق سليمان ضاحكا وهو يقول: لا حاجة إلى ذلك، ألم نقرأ الفاتحة؟ ولده فريد يبتسم وهو ملتزم تلك الزاوية من القاعة. أدرك موسى أنه ربما وقع في فخ، هو يعلم أن تلاوة الفاتحة تعني الموافقة على تزويج ابنته. خرجت ليلى من غرفتها ومضت إلى حيث تجلس النساء، وقفت بباب القاعة وقالت لأمها: ما هذه الزغاريد؟ لم تنتظر زوجة سليمان رد أم ليلى وقالت: مبروك عليك ومبروك علينا جميعا. لم تلتفت إليها، لعلها لم ترها من قبل. سألت أمها مرة أخرى: ما الذي حدث يا أمي؟ عادت المرأة التي جاءت ضيفة من بركان لتجيب مكان أم ليلى: ستكونين سعيدة مع ولد فريد. نظرت ليلى إلى أمها، ولما لم تلمس في عينيها جوابا شافيا عادت أدراجها وقصدت إلى غرفتها. سمعت تلك المرأة تقول: هن كذلك البنات. أغلقت ليلى باب غرفتها بإحكام، وبدأت تجمع أشياءها، بعض الملابس والكتب التي جاءت بها من فرنسا. في حافظة الأوراق بضع ورقات من فئة 100 درهم، وأربع ورقات من فئة 100 يورو. كانت تلك مدخراتها لقضاء العطلة قبل أن يسافروا إلى المغرب. كانت قد اتفقت مع والدها أن يأخذهم لقضاء بضعة أيام في السعودية. فوق الدولاب حقيبة ظهر كانت قد تركتها هناك العام الماضي، أنزلتها، تناولت فرشاة وبدأت تنزع طبقة خفيفة من الغبار استقرت عليها. أحدهم يطرق باب الغرفة، لم ترد، كانت تبكي ولعلها لا تريد أن يرى أحد دموعها. أدركت أنهم ما طرقوا بابها إلا ليدعوها إلى تناول الغذاء. جمعت بعض الملابس والكتب ووضعتها في حقيبة الظهر، تأكدت من أنها لم تنس جواز سفرها.
انتعلت حذاء رياضيا، فتحت باب الغرفة بحذر. النساء منهمكات في الأكل، مريم معهن. تسللت ونزلت السلم، فتحت الباب ودلفت إلى الشارع. كانت الساعة تقترب من الثانية بعد الظهر. أناس قليلون في الشارع وسيارات أقل تلك التي تتحرك. استوقفت سيارة أجرة عند تلاقي زنقة دبدو وشارع المسيرة الخضراء، وطلبت التوجه إلى محطة القطار. لعلها اختارت التوجه إلى هناك صدفة. ما تريده وسيلة تمضي بها بعيدا عن توريرت. في المحطة أخبرت بأن القطار المتوجه إلى وجدة سيصل بعد ساعة. اشترت تذكرة واتخذت لها مكانا تراقب منه الوافدين على المحطة. ثم جاء القطار وركبت إلى وجدة. في منزل موسى عطار لم ينتبه أحد إلى خروج ليلى. بعد أن شاركت الضيوف وجبة الغذاء، فتحت مريم باب الغرفة. لم تكن ليلى هناك ولم تكن في الحمام. كتمت مريم الأمر ومضت تبحث عنها في الطابق الأعلى، لم تجدها. الباب المفضي إلى السطح مغلق. عادت الفتاة أدراجها ثم نادت على أمها وأبلغتها بأن ليلى غير موجودة. حسبت أنها خرجت لتقوم بجولة غير بعيد عن البيت، ولذلك لم تبلغ موسى بالأمر. انتشر القلق في البيت لما حل المساء. كانت ليلى تنتظر في محطة وجدة القطار المتوجه إلى طنجة. كانت الساعة تقترب من منتصف الليل لما انطلق القطار. في مقصورة بالدرجة الثانية وجدت نفسها مع وجوه لا تعرفها. لا يهم، فقد تعودت التنقل في القطارات وفي المترو هناك في فرنسا، لا تهمها الوجوه. بين الجالسين في الصف المقابل لها رجل خالط الشيب سواد شعره، كان ينظر إليها بكثير من الاهتمام. وحتى تتخلص من نظراته أخرجت من حقيبتها الرواية التي كانت قد قرأت ما يقرب من نصف صفحاتها لما كانت في بيت العائلة في توريرت. بيت العائلة، تشعر بأن أمها تخلت عنها وبأن والدها قرر مصير حياتها دون أن يستشيرها. هو إحساس لم تجد ما يثبت لها أنه خاطئ. لما انتصف الليل كان موسى ومعه ابن خاله سليمان قد يأس من العثور على ليلى. أبلغ الشرطة وعاد إلى البيت. وهو يركن سيارته في المرآب ألقى بنظرة ناقمة في اتجاه الخروف الذي جاء به سليمان. أبلغت أم ليلى زوجها بأن ليلى أخذت جواز سفرها. فهم الرجل أنها غادرت وربما إلى فرنسا. هو احتمال لن يطرحه من حساباته التي تشعبت. في منتصف اليوم التالي وصل القطار إلى طنجة. كانت قد تخلصت من ذاك الذي كان يحاصرها بنظراته في محطة القصر الكبير. تحس بتعب شديد، لم تنم طوال الرحلة، تود لو تجد فراشا تستلقي عليه. كانت الشمس حارقة. خارج المحطة منادون وسيارات أجرة وأشخاص يسرعون في اتجاهات شتى. أحست بالدوار، حاولت أن تتماسك. انتظرت قليلا، خف الزحام، توجهت نحو سائق سيارة أجرة. كان شابا يحمل في وجهه لحية شذبها بعناية. حملها إلى الميناء. اشترت تذكرة إلى الجزيرة الخضراء. قبل أن تركب فكرت في الاتصال بعائلتها. في مخدع هاتفي في الميناء ركبت رقم منزل العائلة في توريرت. ولم يلبث أن جاءها صوت والدها، هي تعرفه، كان يسأل من المتصل. لم تجب ووضعت السماعة. مساء ذلك اليوم في حدود الثامنة كانت في الجزيرة الخضراء. لا تعرف منها إلا الميناء، وللمرة الأولى تجد نفسها وحيدة هناك. الحافلة المنطلقة إلى باريس لن تغادر سوى صبح اليوم التالي. اشترت تذكرتها وجلست على كرسي إسمنتي. أحست ببرودة فأخرجت كنزة صوفية افترشتها. قدمت بضع قدمات من سندويش جبن ورشفت من قنينة ماء. الآن فقط
بإمكانها أن تشغل هاتفها برقمه الفرنسي. بعد لحظات سمعته يرن، لم يكن على الشاشة رقم. قررت أن ترد. في الجانب الآخر مريم أختها الصغرى تسألها: أين أنت؟ في إسبانيا، أنا في الجزيرة الخضراء. ساد الخط صمت. ألو، هل تسمعينني؟ نعم، نحن قلقون. قولي لوالدينا أنا أرفض أن أباع كالخراف. قولي لهما أنني لن أعود إلى أحضانهما وسأسلك سبيلي في الحياة. ستعلم ليلى بعد سنوات أن الذي حدث ذلك الصيف كان سوء تفاهم، وأن سليمان وزوجته حاولا أن يرهن موسى والدها بالتزام لم يلتزمه صراحة. زغرودة ضحى ذلك اليوم وتلاوة الفاتحة.